لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن فنانة مشهورة جزائرية كانت تتمنى الزواج من الشيخ شمس الدين الجزائري، ولكن رد بوروبي كان غير متوقع وصادم. تابعوا معنا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا التفاصيل، بس قبل ما نبدأ من فضلك ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس بكل الإشعارات وصلي على سيدنا محمد. في خانة التعليقات: نعيمة عببسة كانت تتمنى الشيخ شمس الدين زوجا. فاجأ الداعية والوجه التلفزيوني المعروف باسم الشيخ شمس الدين متابعيه بالكشف لأول مرة عن قصة فيلا فخمة في تيبازة. كانت المغنية نعيمة عببسة ترغب في تقديمها له بعدما علمت بأنه يواجه أزمة سكن، لكنه رفض قبولها على الرغم من تأكده بأنها كانت تفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى على حد تعبيره. وقال شمس الدين بوروبي في برنامج على أمواج إذاعة خاصة بأن المغنية الجزائرية نعيمة عببسة عرضت عليه فيلا تبلغ قيمتها الملايير في منطقة بواهرن بتيبازة، غير أنه رفض الموافقة على عرضها السخي. وقبل ذلك كانت الإعلامية زهيدة ثابت قد تحدثت في خلال نفس البرنامج الإذاعي عن محبة كانت تكنها الفنانة نعيمة عببسة للشيخ شمس الدين، حيث نقلت عنها أنها كانت تقول دائما: لو يقبل الشيخ شمس الدين الزواج مني سأعتزل الغناء. الشيخ شمس الدين بدوره رد على كلام الإعلامية بالقول: أنا متزوج وسعيد في حياتي والحمد لله، ولا أبحث عن زوجة، وأتمنى لنعيمة زوجا صالحا. قبل أن يضيف: نصيحتي لها أن تطيع الله قبل أن يأتيها الزوج الصالح. كما أشار إلى أنها كانت متواجدة في نفس الطائرة التي أقلته لأداء مناسك الحج. نعيمة عببسة: أنا لم أعرض الزواج على الشيخ شمس الدين. قالت الفنانة نعيمة عببسة عن طلبها الزواج من الشيخ شمس الدين مثلما أوردته صحفية تعمل في قناة خاصة. وكشفت نعيمة عببسة على حسابها في الفيسبوك عن صدمتها الشديدة من الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتحدث عن طلبها الزواج من رجل الدين الشيخ شمس الدين، متهمة الصحفية المعنية بمحاولة استغلال اسمها من أجل الإثارة والشهرة. وقالت: أنا متزوجة وأحترم كثيرا الشيخ شمس الدين، لكن لم أطلب الزواج منه كما ادعت الصحفية، وكل ما تم الترويج له غير صحيح. وأفلت شمس الدين بذكاء من محاولة المذيعة توريطه حين اعترف بأنه تلقى عرضا للسكن بشقة فاخرة تملكها الفنانة نعيمة عببسة حين واجه قبل سنوات أزمة إسكان، لكنه اعتذر لها وقدم شكره إليها في ذلك الوقت. نعيمة عببسة من مواليد 1963 بالجزائر العاصمة، هي مغنية ومؤدية جزائرية اشتهرت بأغانيها الجزائرية المشيدة بخصال وجمال النساء وقيمتهن الرفيعة. وافتها المنية يوم 18 أبريل 2021 في الجزائر. وتنحدر نعيمة عببسة من عائلة فنية من ولاية بسكرة، وهي الصغرى من بين 5 أشقاء. كان والدها عبد الحميد عببسة مؤلفا وملحنا وعازفا ومغنيا شهيرا للطراز البدوي أو الصحراوي، وجعله أداءه للأغنية الشعبية أو الحب العاطفي للشاعر محمد بن قيطون أكثر شهرة. وكانت والدتها فاطمة الزهراء شقيقة المطربة ليلى الجزائرية أيضا عضوة في فرقة أوركسترا جزائرية شعبية. إضافة إلى ذلك تعتبر شقيقة نعيمة فلا عببسة نجمة الأغنية الجزائرية والشرقية بشكل عام،
ويشع صيتها في كامل أرجاء العالم العربي. تشبعت نعيمة عبابسة بفن والديها منذ صغرها، وترعرعت في وسط ذوق فني غني وعريق يقدس التراث الموسيقي الجزائري ويعمل على تخليده. وظهرت لأول مرة في سن الرابعة وبدأت في العزف على البيانو. سنة 1977 بدأت نعيمة مسيرتها الفنية رسميا بدخولها أوركسترا والدتها كعازفة في سن الرابعة عشرة، واكتشف والدها صوتها الرقيق وطاقتها الخلابة. وهكذا وبفضل تشجيع والديها انطلقت نعيمة عبابسة في الغناء واكتسبت شهرة دون نظير، وزاع اسمها خارج حدود الجزائر. على الرغم من العقليات المهيمنة آنذاك في الجزائر، كان لدى نعيمة عبابسة من الجرأة لتكتسح الميدان الفني وتطلق لنفسها العنان في أداء أنماط غنائية كانت حكرا على الرجال. وقامت الفنانة بتكريم معطوب الوناس في باريس خلال حفل موسيقي أقيم بمشاركة العديد من الفنانين من خلال غناء مجموعة الشاوي على مسرح بيرسي بباريس في عام 2000. كما شاركت في تكريم الفنانة سلوى بالجزائر العاصمة بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترزي عام 2008. وكان للجمهور مكانة كبيرة في فؤاد نعيمة عبابسة التي كانت تسعى دوما إلى الحفاظ على علاقتها بمعجبيها والتطوير منها، وقد حققت نجاحا هائلا في الحفلات الموسيقية التي تهدف إلى الترويج للثقافة الجزائرية. ورفضت نعيمة عبابسة طويلا تسجيل أغانيها في الاستوديو، وفضلت التواصل مع الجمهور بدلا من ذلك عن طريق الحفلات والمهرجانات. لكنها غيرت وجهة نظرها عام 1998 بسبب مرضها، وقررت تسجيل أغانيها، ولها في رصيدها 8 ألبومات وما يقارب 100 أغنية. أما الشيخ شمس الدين الجزائري هو داعية جزائري واسمه الحقيقي شمس الدين بوروبي، واشتهر أثناء تقديمه برنامج انصحوني في قناة النهار الجزائرية سنة 2012 حتى 2020. وفي أوائل عام 2013 بدأ الشيخ شمس الدين الجزائري بالعمل مع قناة النهار الجزائرية كمقدم لبرنامج ديني يقدم فيه الشيخ شمس الدين فتاوى للناس الذين يرسلون أسئلتهم عن طريق الرسائل أو عن طريق الجوال. كما للشيخ شمس الدين الجزائري مشاركة في البرنامج الاجتماعي ما وراء الجدران، وشارك في الحوارات المباشرة في نفس القناة للإفتاء والإدلاء برأيه في مختلف المواضيع الرائجة في الجزائر. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.